اختي شو صار؟ اختي طيب، العشق شي حلو بس ما تندمي بالاخر. على شو؟ يعني هاي الشغله شكلها معقده كتير. شلون يعني؟ ان شاء الله قصدك تقولي مشان ما اترك باران. لا مو هيك، مو هذا اللي قصدته، بس ممكن يكون. برايي انتبهي على حالك. انت ما بتعرفي بوراتشيشك، لو عرفتيه هو مو من هالنوع، هو كتير صادق ومستقيم، حكالي كل شي بدي اياه، ما خبى عني شي ابدا، حتى قلت له اني بساعده قام قوم لقيامي. قال لي معقول كون سافر لهالدرجه واخذ منك مصاري؟ منيح اذا متاكده. ايه متاكده، متاكده من حبي تشيشك، ما بدي تشغلي بالك.